السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أبنائي الأعزاء، اليوم سنشرع في درس جديد في مكون الاستماع والتحدث، وهو حكاية عودة النهر. من خلال درسنا هذا سنحقق الأهداف التالية: أول هدف هو التمكن من التعبير عن المشاهد المعروضة، ثم القدرة على التعرف على مضمون الحكاية، والقدرة على التعبير الأولي عن الفهم عن فهم الحكاية مع تحديد بعض عناصرها. الآن أبنائي الأعزاء، سوف نشرع في النشاط الأول من درسنا، وهو سوف يكون عبارة عن وضعية. كان هناك طفل صغير اسمه عادل، اعتاد الذهاب إلى البادية لزيارة جده في كل عطلة. كان يقضي هناك أسعد أوقاته، إلا أنه في آخر زيارة اكتشف أمرا أحزنه كثيرا. ترى ما الذي حدث؟ سنرى الصورة الأولى لنكتشف ذلك معا. نرى عادل مجتمعا مع أهل القرية. ترى ما هو المشكل الذي حدث في القرية جعل عادلا يشعر بالحزن؟ ولماذا اجتمع أهل القرية؟ سنكتشف ذلك من خلال الصور التالية، فلنلاحظها جيدا ونسجل توقعاتنا حولها. نأخذ الصورة الأولى. إذا نرى عادل يقف بجانب نهر، والنهر فارغ من المياه ومتسخ. ترى من الشخص الذي يتواجد في الصورة مع عادل؟ هل عرفتموه يا ترى؟ الصورة الموالية نرى بأن عادل يتحدث مع أهل القرية. إذن ما الذي قرر أهل القرية فعله من أجل حل المشكل؟ الصورة الموالية، وهي الصورة الأخيرة، نرى بأن أهل القرية مجتمعون لكنهم فرحون. ترى لماذا أهل القرية فرحون؟ هل تمكن عادل من مساعدتهم؟ سنكتشف بطبيعة الحال. هل ترغبون في اكتشاف أحداث الحكاية؟ أعلموا بأن إجابتكم سوف تكون بنعم. إذن استعدوا لسماعها. عودة النهر. اعتاد عادل في كل عطلة أن يزور القرية التي يقطنها جده، فيقضي بها أسعد أوقاته. يتنزه على ضفاف النهر الذي يمر وسطها، ويصيد أسماكه بصنارته. في الصيف الفارط زار عادل القرية، ففوجئ باختفاء النهر، ولم يرى سوى مجراه الجاف وأرضه المتشققة. لا ماء ولا أسماك، الأزبال تغطي النهر وروائحها تسكم الأنوف، وغير بعيد تجمع الأهالي يحفرون بئرا. سأل عادل جده: ماذا جرى للنهر؟ فأجابه بحسرة: أهمل الأهالي صيانة النهر ونظافته، وتناسوا أنه مصدر خيرهم، فتوقف عن الجريان. حفروا الآبار لكن دون جدوى، ولم نعد نجد المياه الكافية لسقي ماشيتنا وري بتاتيننا. توجه عادل نحو الأهالي وخاطبهم: الحل لدي إذا أردتم النهر. وما هذا الحل أيها الذكي الصغير؟ اعتذروا إلى النهر عن إهمالكم له، فالنهر غاضب منكم. وكيف نعتذر إلى نهر؟ هل تمزحوا معنا؟ الاعتذار يكون بتنظيف مجرى النهر من النفايات.
أخذ الرجال برأي عادل وراحوا ينظفون مجرى النهر أملا في عودة المياه. انقضى فصل الصيف والخريف لكن النهر لم يعد. بدأ الشك يعتري الأهالي، وما إن حل عادل بالقرية مرة أخرى حتى بادروه بالسؤال: أين صديقك النهر يا فتى؟ لقد عملنا بنصيحتك لكن النهر لم يعد. تبسم عادل وهو ينظر إلى السماء الملبدة بالغيوم، ثم قال: عليكم بالانتظار قليلا، فما أضاعته أيديكم في سنين لا يعود في شهور. هبت الرياح معلنة قدوم الشتاء، فهطلت الأمطار وسالت الجداول، ثم أشرقت شمس الربيع الدافئة. دابت الثلوج المتراكمة على الجبال وتدفقت المياه وانهمرت العيون، فعاد النهر يجري من جديد. ابتهج الأهالي بعودة المياه وعاهدوا عادلا على صيانة النهر والمحافظة على نظافته. وهنا انتهت حكايتنا، والآن سأعرض عليكم الحكاية مكتوبة من أجل الاستئناس وللكي تتمكنوا من قراءتها بمفردكم. هذا سوف يكون مغاير عن ما نقوم به في القسم، لأنكم في القسم لا تروا الحكاية، ولكن اليوم وكظرف خاص عرضت الحكاية من أجل الاستئناس ومن أجل كذلك أن تقرؤوها قراءة متأنية. بعد سماعنا للحكاية سوف نجيب عن الأسئلة السابقة. إذن عن ماذا تتحدث؟ تتحدث حكايتنا لهذا الأسبوع عن طفل صغير اسمه عادل اعتاد الذهاب لزيارة جده في البادية والاستمتاع بوقته هناك، إلا أنه في آخر زيارة حزن كثيرا لأنه وجد النهر الذي اعتاد التنزه على ضفافه قد جف، فنصح أهل القرية بالاعتذار من النهر بتنظيفه. فطبق أهل القرية نصيحته، وبعد مرور شهور تساقطت الأمطار فعادت الحياة للنهر ولأهل القرية كذلك. إذن من خلال هذا سوف نرى بأن المشكل الذي جعل عادل حزينا هو جفاف النهر، وأهل القرية اجتمعوا لأن عادل طلب منهم ذلك وقد قام بنصحهم، ونصيحته كانت تتمثل في طلب الاعتذار من النهر. وبالفعل قد قام سكان القرية بذلك فنظفوا النهر واعتذروا منه، فبهذا حل المشكل وعادت المياه إلى مجاريها وعادت الحياة للنهر وكذلك لأهل القرية. الآن أبنائي سوف نمر للحصة الثانية. كما اعتدنا في قسمنا أو داخل فصلنا، كنا نقوم في أول حصة بتسميع الحكاية وملاحظة المشاهد، وفي ثاني حصة كنا نكتشف عناصر الحكاية. اليوم سوف نقوم بالحصتين معا. الآن بعد سماعنا للحكاية واكتشاف محتواها سوف نتعرف على عناصرها، وعناصر كل حكاية تتمثل في الشخصيات، الزمان، والمكان، ثم الأحداث. وسنكتشف كل هذا من خلال الأسئلة التالية ونحاول الإجابة عنها معا. استعدوا للإجابة عن الأسئلة. فما الشخصيات المذكورة في الحكاية؟ متى وقعت أحداث الحكاية؟ أين وقعت أحداث الحكاية؟ وماذا حصل في هذه الحكاية؟ لنكتشف عناصر حكايتنا من الجدول التالي. أولاً الشخصيات سوف ترون
بأن الشخصيات هي عادل، الجد، ورجال القرية. عندما نتحدث عن الزمان سوف نجد بأن أحداث الحكاية دارت في فصل الصيف ثم في فصل الشتاء، وعندما نمر إلى المكان وهو ثالث عنصر من عناصر الحكاية سوف نجد بأن الحكاية كانت دارت أو كانت أحداثها في القرية والنهر. الآن أبنائي سوف نمر إلى الأحداث. أحداث حكايتنا كثيرة، سوف نذكر البعض منها، إلا أنني أعرف أنني متأكدة بأنكم سوف تتمكنون من استخراج جميع الأحداث. أما الآن فسوف أذكر لكم البعض منها. أول حدث في حكايتنا هو اختفاء النهر وجفافه. ثانيا اجتماع أهل القرية مع عادل. ثم تعاون الأهالي على تنظيف النهر. وفي الأخير عودة النهر وابتهاج الأهالي. في نهاية القصة تمت معاهدة الأهالي لعادل على صيانة النهر والمحافظة عليه. الآن أبنائي سوف أحاول أن أقدم لكم تمارينا بسيطة من أجل اختبار استيعابكم لما قدم من قبل، وستكون هذه أنشطة تقويمية. سوف نبدأ بالنشاط الأول على بركة الله. أحضروا ورقة وقلما من أجل أن تنجزوا التمارين، وأنا سوف أمدكم بالتصحيح. بسم الله. أضع علامة X أمام الجواب الصحيح. ذهب عادل إلى البادية لزيارة جده. ذهب عادل إلى البادية لزيارة والده. ذهب عادل إلى البادية لزيارة جدته. إذن في نظركم أي الإجابات التالية هي الصحيحة؟ هل ذهب عادل إلى البادية لزيارة جده؟ أم ذهب عادل إلى البادية لزيارة والده؟ أم ذهب عادل إلى البادية لزيارة جدته؟ جيد، سوف نكتشف الجواب معا، على الرغم من أنني متأكدة بأنكم عرفتم الجواب. سوف نرى الإجابة. مستعدون؟ الجواب الصحيح هو ذهب عادل إلى البادية لزيارة جده. الآن أبنائي سنمر إلى النشاط الثاني، وهو أصل السؤال بجوابه المناسب. متى حدثت أحداث حكاية عودة النهر؟ متى حدثت أحداث حكاية عودة النهر؟ هل تعرفون الجواب؟ سوف أمدكم باختيارات وسوف نرى الإجابة الصحيحة معا، ولكن فكروا في الإجابة. الحكاية حدثت في فصل الخريف أم في فصل الربيع أم في فصل الشتاء والصيف؟ هل مستعدون لكي نرى الجواب الصحيح؟ سوف نرى. الجواب الصحيح هو أن أحداث الحكاية حدثت في فصل الشتاء وفصل الصيف، وأنا كذلك متأكدة بأنكم قد عرفتم الإجابة. النشاط الثالث أبنائي، أضع سطراً تحت الإجابة الصحيحة. عنوان حكايتنا لهذا الأسبوع هو غضب النهر أم عودة النهر أم النهر العائد؟ إذن ما هو عنوان حكايتنا؟ سنرى. نكتشف الإجابة معاً.
على بركة الله. إذن عنوان حكايتنا هو عودة النهر، وبهذا قد انتهى درسنا لليوم. إلى درس مقبل بإذن الله، أتمنى لكم مزيدا من التوفيق والنجاح والتألق أبناء الأعزاء. سوف أعرض عليكم مجموعة من التمارين لاحقا، وسأمدكم كذلك بتصحيحها. إلى اللقاء، إلى درس قادم إن شاء الله.